لكن على الصعيد المحلي، وبداية مهمة إن شاء الله بإذن الله لبطولة الدوري اللي افتقدها النادي الأهلي السنتين اللي فاتوا مع فريق قوي ومحترم زي فريق الإسماعيلي. المباراة كلاسيكية في الحقيقة، فريق الإسماعيلي من الفرق المميزة اللي عندهم دلوقتي جهاز فني مميز للغاية وعنده خبرات كبيرة جدا سواء في الدوري المصري أو حتى في أفريقيا، وهو جاريدو المدرب الأسبق للنادي الأهلي اللي فاز مع الفريق بالكونفدرالية الإفريقية، ومدرب بشخصية كويسة جدا وهيفرق مع الإسماعيلي أتوقع كده. وفي نفس الوقت الإسماعيلي جايب صفقات ممتازة، فبرضو بداية صعبة بالنسبة للنادي الأهلي زي ما كانت على الصعيد الأفريقي أيضا بداية صعبة على الصعيد المحلي. مهم جدا إن احنا نبتدي نركز خلاص في المباراة اللي جاية، لأن الأهلي المرحلة اللي جايه بالنسبه له مرحله غايه في الاهميه. ليه؟ عندك الاسماعيلي في اسوان ماتش صعب جدا على استاد الاهلي والسلام في ايه؟ ها؟ في الزمالك في السوبر. عندك الاسماعيلي يوم الاربع، اسوان يوم الحد، الزمالك يوم الجمعه. ثلاث ماتشات مهمين يكملوا انطلاقه الاهلي الجيده لحد دلوقتي للموسم. تكسب الثلاث ماتشات دول تبقى انطلاقه ممتازه واكثر من رائعه بالنسبه للفرقه، تدي دافع ممتاز للفتره اللي جايه ان شاء الله وللموسم المليء بالتحديات الصعبه.